مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، نلتقيكم مجدداً ضمن نشرتنا الأسبوعية والتي نبدأها بأبرز العناوين. في سلسلة كنيسة لهذا الأسبوع، نور سعد تزور الفحيص. مخيمات صيفية تقيمها الكنائس الرسولية في المملكة. فعاليات ثقافية وفنية متنوعة يحفل بها مهرجان الفحيص لهذا العام. أهلاً بكم. بعد انعقاد المجمع المقدس للرهبنة الوردية في القدس وانتهاء دورته الاعتيادية، تم انتخاب كل من الأم بيبيان زكريا رئيسة عامة لرهبنة الوردية المقدسة، والأم إنيس اليعقوب مستشارة أولى ونائبة عامة، والأخت ميشلين معلوف مستشارة ثانية، والأخت سيلفستر العلم مستشارة ثالثة، والأخت ليوني سالم مستشارة رابعة. وبهذه المناسبة تتقدم نورسات الأردن بصادق التهنئة للرئيسة العامة الأم بيبيان زكريا على ثقة الرهبنة بها وانتخابها رئيسة عامة، مع التمنيات لها وللأخوات المنتخبات بالتوفيق والنجاح ومزيداً من العطاء المتميز والمشهود به في كل مكان في الأردن والأراضي المقدسة والعالم العربي، مع الدعاء للأخوات المنتخبات بالتوفيق في خدمة كلمة الله وكنيسته الجامعة المقدسة الرسولية. احتفل أبناء الكنيسة الكاثوليكية بالرسامة الكهنوتية للشماس سالم لولس من رعية بيت جالة، حيث ترأس المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس المطران بيير باتيسيا باتسبالا قداس الرسامة في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية ببيت لحم. المزيد في التقرير التالي. ليس لأحد من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه، هذا هو الشعار الذي اتخذه الأب سالم لولس الكاهن الجديد. أجواء من الفرح والسرور والمحبة، احتفلت البطركية اللاتينية بالرسامة الكهنوتية بابنها سالم حرب لولس، وذلك في قداس حاشد في كنيسة سانتا كاترينا في مدينة الميلاد بيت لحم. ترأسه المدبر الرسولي بيير باتيستا باتسابالا وعدد كبير من المطارنة والكهنة ومدير المعهد الإكليريكي والمرشد الروحي الشمامسة والراهبات وأهل المدينة والأقرباء والأصدقاء، وجمع كبير من المؤمنين والكشاف والقادمين من داخل فلسطين والأردن الذين شاركوا هذا الاحتفال. هو الكاهن الجديد سالم عريساً للكنيسة على مثال الرب يسوع، فالكهنوت دعوة من الله، وعظمة كرامة الكهنوت تفوق كل كرامة أرضية وبشرية. وعلى أصوات جوقة المعهد الإكليريكي التي أحيت الرسامة بترانيمها وأصواتها الرائعة، أحيت هذا العرس الكنسي بولادة كاهن جديد على مذابح الرب. زغاريد ومعزوفات رائعة زف بها الأب سالم بعد الانتهاء من الرسامة. نحن اليوم في فرح عظيم، احتفلنا برسامة كاهن جديد من بيت جالة للكنيسة المحلية في الأرض المقدسة لبطركية اللاتين في القدس، فنحن نفرح ونشكر الله ونشكر كل الذين ساهموا في تنشئته. نشكر الأب سالم على هذا العطاء، على محبته، على تقديم ذاته الكنيسة. نشكر عائلته وعائل لولس. منبارك لسيدة البشارة، منبارك للجميع،
وإن شاء الله ربنا يبعث لنا دائما كان قديسين ليخدموا ويحبوا كنيسته بخلال الشعب المؤمن. منبارك للمعهد الكليريكي بكهنته وراهباته وكل الشمامسة اللي رافقوا الأب سالم في مسيرته. فرحتنا فرحة كثير كبيرة بأخونا سالم لولس اللي هلا صار أبونا سالم لولس. أحلى فرحة في الدنيا. على هالهدف صار له سنين وسنين عم بعيش، بصحى وبنام وبيصلي، بطلب كل يوم من ربنا إنه يعطيها النعمة. يا رب أعطينا نعمة زي ما أعطيت لسالم، وبارك سالم وقدسه بالفعل حتى يكون بحسب مشيئتك كاهن مقدس، كاهن قديس. وفي مساء اليوم الثاني استقبلت مدينة بيت جالا ابنها الكاهن باحتفال مهيب في شوارع المدينة. ابنها الذي ولد عام 1988 بمدينة السلام، درس وترعرع في مدارس البطركية اللاتينية في بيت جالا، وأكمل دراسته ومشواره في المعهد الإكليريكي. يا سالم يا عيني، يا سالم يا عيني، شعور لا يوصف، شعور جدا رائع وجدا حلو. وبطلب منكم الصلاة، بطلب من ربنا البركة، وبتمنى لكم إن شاء الله يعني كهنة قديسين على هاي المذابح. أكيد شعورنا الكل فرحان زي ما أنتم شايفين، الكشاف والناس اللي جايين من مختلف المناطق. هاي فرحة للبطركية، فرحة للأرض المقدسة. إحنا بهالأيام أكيد بحاجة لكهنة، كهنة قديسين كان يخدموا الشعب ويخدموا الكنيسة. زي ما انتم شايفين انه احنا مبسوطين برسامة اخونا شماس سالم، فانا سعيد جدا انه اليوم يعني كان اخر يوم مقابلة بينه وبينه، فزي ما انتم شايفين الناس كلها مبسوطة. هاي الفرحة كبيرة لبيت جالا، مبروك لبيت جالا، لسيدة البشارة، مبروك لفلسطين، مبروك للبتركية، للأبرشية كلها. ونصلي حتى يطلع كهنة قديسين، رح تكون عندنا كمان دعوات، نصلي من أجل الدعوات الكهنوتية والرهبانية. هاي فرحة الكنيسة، فرحة البطركية اللاتينية، فرحة مدينة بيت جالا. بيت جالا بتحتوي الصرح الشامخ السمينير، ولكن للأسف الكهنة قليلين، ولكن اليوم احنا بنحتفل بكاهن جديد على مذبح الرب، ودائما رح نصلي ونصلي حتى ربنا يبعث كهنة رجال في حقله حتى ينشروا رسالة الإنجيل المقدس. وها هو الأب والكاهن الجديد يدخل الكنيسة، كنيسة سيدة البشارة برتبة كاهن، ليحتفل بقداسه الأول في كنيسته وبين أحبائه وأبناء المدينة، الأصدقاء الذين عموا الكنيسة والذين عبروا عن فرحتهم الكبرى لرسامة كاهن بعد 50 عاماً من تاريخ الكنيسة. أشكر الله على نعمة الكهنوت، على قداس الأول، وأنا أفتخر أني بين أمي وأبوي اللي أعطوني كل الدعم والمحبة اللي وصلوني إلى هون، والحمد لله نشكر الله على كل هالنعم والبركات أعطاني إياها. للنورسات مارلين الحدوى، بيت لحم. القديس جوارجوس للروم الملكيين الكاثوليك في الفحيص، واحدة من الكنائس العريقة والمميزة في الأنشطة الدينية والاجتماعية. نورسات الأردن وضمن حلقات كنيستي زارت الكنيسة وأعدت التقرير التالي. الأردن بلد المعمودية والقداسة، الأرض التي خطى فيها السيد المسيح، ووديانه التي مشى فيها قديسون كثر. بين جباله عاش نساك ورهبان نذروا حياتهم للرب الخالق. حين نبحث في آثاره نجد الكثير من الكنائس التاريخية التي تشهد على عمق الحضارة المسيحية. يا كنيسة
تمد منه الحياة. نورسات الأردن، وضمن جولتنا الأسبوعية في العديد من الكنائس داخل العاصمة عمان وخارجها، وضمن سلسلة حلقات كنيستي، زرنا كنيسة القديس جورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك في بلدة الفحيص التابعة لمحافظة البلقاء. تعود بدايات الكنيسة لعشرينات القرن الماضي عام 1931 بتبرع سخي من عشيرة الجيسات، ودشنت في عهد المطران بولس سلمان أول مطارنة الروم الكاثوليك في الأردن. تحوي الكنيسة في داخلها على العديد من الأيقونات للسيد المسيح ووالدته القديسة، وأيقونات أخرى للقديسين. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك نوح ملجأ لكل الخطى. أسست الرعية من حوالي 1922-23، بدأت الرعية بتوافد كهنة كهنة الروم الكاثوليك اللي كانوا بتواجدوا في السلط، لأنه المدينة الأقدم بالنسبة للفحيص، وتواجدوا الكهنة هنا يخدموا الرعية. وبدايات الرعية كانت بالعشرينات، بسنة 31 تم التبرع في جزء من قطعة الأرض، هذه قطعة أرض الكنيسة واللي انبنى عليها هذه الكنيسة، من جماعة من عائلة الجرسات. وثم المطرانية فيما بعد اشترت القطع الأخرى وتوسعت، وهلأ الدير حوالي 8 دنم. كما تحوي الكنيسة في رسوماتها على أيقونة الأرحب من السماوات لوالدة الإله، وأسفلها المذبح الذي يحوي على ذخائر للقديس جورجيوس شفيع الكنيسة والرعية. هذه الأيقونات بالذات في كثير من الكنائس بيحطوها طباعة، لكن هاي الأيقونات هنا أوريجينال أصلية، رسم يدوي. إذا بتنتبهوا في الكنيسة الشرقية، أول شيء في عنا الإيكونوستاس السيد والسيدة، وأيقونات الرسل والعشاء السري والصليب والعذراء ومار يوحنا، ثم أيقونة شفيع الكنيسة والبشارة وغيرها، ثم الأيقونات الـ 12 اللي على حوالين الكنيسة. وهذه الأيقونات الـ 12 اللي بتحكي عن تاريخ الخلاص، تاريخ الخلاص من البشارة إلى الميلاد إلى الدخول إلى العماد إلى نهاية بانتقال سيدتنا مريم العذراء إلى السماء. بتعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضربنا يسوع الرقيق. إلى جانب الكنيسة هناك مزار للسيدة العذراء دشن عام 2015 من قبل المطران ياسر العياش، حيث تضاء الشموع أمام تمثال السيدة وترفع النوايا والتضرعات، ويلتمس المؤمنون هناك شفاعة الأم المعزية. هذه الكنيسة بنيت على عهد المطران بولس سلمان، اللي هو أول مطارنة الروم الكاثوليك في الأردن، واللي بعدين على زمن المطران ميخائيل عساف انشرت قطعتين إلى ملاصقة للدير، ومؤخرا اشترينا دنم ونص مؤخرا يعني من شي 3 سنين على عهد المطران ياسر عياش. بالكنيسة كمان هون في مزار للعذراء، وهذا المزار للعذراء اللي دشنا من حوالي 3 سنين كمان دشن المطران ياسر. تضم كنيسة القديس جورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك ما يقارب 350 عائلة من أبناء الرعية، كما تحتضن حوالي 250 عائلة عراقية مهجرة يحتفل فيها أبناؤها بمناسباتهم الخاصة.
كما تقام فيها القداديس الإلهية والاحتفالات الدينية والتي تتشارك فيها مع الكنائس الأخرى اللاتين والروم الأرثوذكس في ذات البلدة، ومنها التقليد الذي يلتئم فيه أبناء الرعايا من الكنائس الرسولية الثلاث في بلدة الفحيص سنوياً للاحتفال بدرب الصليب يوم الجمعة العظيمة. الرعية هنا بتعد زي ما حكينا 350 عائلة، ولكن في نشاطات لجميع الأعمار، في نشاط للأطفال كل يوم خميس، وفي نشاط للشباب الجامعيين والعاملين كل يوم خميس بعد الظهر. ولما إجوا توافدوا من 3 سنين العراقيين أهل الموصل اللي إجوا من الموصل، استقبلناهم هنا كمان ورحبنا فيهم وساعدونا الرعية، يعني إحنا في تيم، في فريق ساعدنا لحتى يعني نحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان. إحنا هنا طبعاً يعني 1 من 3 كنيستنا يعني رعية من 3 رعايا موجودة بالفحيص، في رعية الروم الأرثوذكس كمان بالفحيص، وفي رعية اللاتين كمان بالفحيص، وإحنا رعية الروم الكاثوليك. نحكي من الوقت اللي أنا فيه موجود هنا ما شعرت إلا في ألفة وفي محبة بين كل الرعاة، بين كل الكنائس، إحنا واللاتين والأرثوذكس، في لقاءات دائما بتجمعنا إحنا ككهنة، وفي أشياء نشاطات بنعملها مشتركة، مسيرات بنعملها مشتركة كلنا مع سوا 3 كنائس. بنطلع مثلا درب الصليب في الجمعة العظيم المقدس، إحنا واللاتين والروم الأرثوذكس، من كنيسة اللاتين إلى كنيسة الروم الأرثوذكس إلى كنيستنا إلى المقبرة. وهذه المسيرة، مسيرة درب الصليب، هي يعني تقليد مهم في الفحيص أصبح، لأنه بيجوا من الفحيص ومن خارج الفحيص بيجوا يشتركوا في ألام المسيح وصلبه وموته إلى آخره. وتبقى هذه الكنيسة العريقة حافظة وجامعة في محبتها للجميع، فما أعظم مساكنك يا الله، وما أروع الهيبة للدخول إلى حضرتك. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي، ملجأي في كل ضيق، ملجأي في تحرص الكنائس الرسولية في المملكة على تنفيذ برامج مفيدة ونافعة للشبيبة خلال العطلة الصيفية، كإقامة المخيمات التي تشمل نشاطات وفعاليات توعوية متعددة. إلى التفاصيل. بهدف إكساب أطفال وطلبة المدارس مهارات متنوعة خلال العطلة الصيفية، أقامت البطريركية اللاتينية في كنيسة الملاك ميخائيل التابعة لدير اللاتين السماكية الكرك، وبالتعاون مع مجموعة SOS، مخيماً صيفياً بعنوان مغامرة حب، بمشاركة 100 طالب وطالبة من المرحلتين الأساسية والإعدادية، إضافة إلى 30 مسؤولاً متطوعاً من الأعمار المختلفة. واشتمل المخيم على العديد من الفقرات المتنوعة والألعاب الرياضية المختلفة وتدريبات على الأشغال اليدوية والطبخ، علاوة على تزويدهم بدروس تقوية في اللغة الإنجليزية. طبعا زي ما عودتنا السماكية دائما على مخيماتها الصيفية، السنة هاي عندنا مخيم صيفي باسم مغامرة حب، وإن شاء الله يكون السنة غير زي ما عودتنا السماكية، إنها تكون دائما في القمة.
واليوم إحنا عملنا أشياء كثيرة، أشغال يدوية، ودائما إحنا منصلي أولية المخيم، منصف الطابور حتى نفوت. عشان هيك أنا بحب المخيم وبشكر كل المسؤولين عليه. وفي كنيسة الروم الكاثوليك في الفحيص اختتمت فعاليات المخيم الصيفي السنوي افرحوا مع الرب دائما، الذي أقامته الكنيسة للأطفال المهجرين العراقيين الذين يزيد عددهم عن 150 طفلاً ممن تم إشراكهم بالمخيم بهدف إحياء الأمل والروح في نفوسهم. وأكد قدس الأب بولس حداد راعي الكنيسة أن الهدف من إقامة هذا الحفل الذي اشتمل على صلاة ربانية وتراتيل دينية ومسرحية من تقديم الأطفال العراقيين. خلي قلبي معاك لأن أنت الفرح الحقيقي. آمين. هو دعم الإيمان المسيحي والفرح بيسوع المسيح الذي يملأ حياتنا، لافتا إلى أن سعادة الإنسان ليست بالمال، إنما بقدر إيماننا ومحبتنا لبعضنا بعضا. وأعرب الأب حداد عن تمنياته بعودة الأخوة المهجرين إلى ديارهم ووطنهم، خاصة بعد تحرير الموصل ونينوى من عصابات داعش الإرهابية. كل سنة عم نعمل اثنين، لأنه أعداد الأطفال العراقيين ما شاء الله كتار في الرعية عنا هنا، بوصل عددهم من 100 إلى 150 طفل، وكمان أولاد الرعية من 200 تقريبا ل250 طفل. فكل سنة عم نعمل هالمخيم للأطفال العراقيين اللي إجوا من الغوصل، ونشعرهم في محبة يسوع، وإنه يسوع معهم حاضر ومع أهليهم ومعهم وين ما كانوا. وأكيد نحن نتمنى إنه ترجع الموصل ويرجعوا أهل الموصل إلى الموصل، ولكن بإذن الرب ترجع الأمور حلوة. ولكن أكيد الموجودين هنا معظمهم يعني بيستنوا الهجرة، بيستنوا إنهم يهاجروا إلى أستراليا، الرب يكون معهم. ولكن أكيد نحن منحب إنهم يرجعوا لبلادهم وترجع تتعمر يعني العراق بمسيحيها ومسلميها. إن شاء الله إنه نوصل إلى الهدف، والهدف هو إنه هيك نحيي الروح فيهم ونحيي الأمل من جديد فيهم دائما. وبهالمناسبة نتشكر كمان نورسات اللي دائما معنا. أكيد هذا الشيء يدعم إيماننا المسيحي، يفرح الأطفال، يفرح الشبيبة، والكنيسة دائما تعمل هالأشياء حتى تكون بمرافقة الناس اللي تركوا أوطانهم وهاجروا وإجوا إلى الأردن الشقيق، وبعدين أكيد مرحلة من مراحل حياتهم ممكن أنه تتواصل حتى يوصلون إلى غاياتهم، والرب يكون دائما هو اللي يرافق الجميع بكل نشاطاتهم وبكل حياتهم. كثير كنا مبسوطين. المخيم كان بيتخللوا من عدة مراحل، من عدة محطات. المحطة اللي كانت مهمة جدا كان اللقاء الديني وكان التراتيل، لكن كان في محطة أشغال فنية، كان في محطات مختلفة من الألعاب المختلفة، وكل ده كان كثير بيستند على تعب الخدام وتحضيرنا تقريبا من شهرين. كان كمان معانا مخيم إعدادي وثانوي، وهي كتير اتبسطوا لأن كتير عملوا علاقات مع بعض، علاقات كمان مع مسؤولينهم أقوى، قدروا يدخلوا في جو التعليم المسيحي اللي كنا بنعمله كل يوم ثلاث، وبكده كمان هم خدوا مواضيع تخص سنهم وبتكلمهم على مرحلتهم، على مرحلة حياتهم، وفي نفس الوقت تعلموا أشغال يدوية مع رقصات ومع تراتيل جديدة. وفي ختام الاحتفال الذي شهدته الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن وعدد من المدعوين، جرى توزيع الهدايا على الأطفال المشاركين بالمخيم والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء من الفرح والسرور. أعلنت إدارة مهرجان الفحيص
أن مهرجان هذا العام الذي سينطلق في الثاني من الشهر المقبل برعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد سيكون حافلاً بكثير من الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة، إضافة إلى أنه سيتم الاحتفاء بشهداء العمليات الإرهابية التي تعرض لها الأردن وتكريم ذويهم. وبين مدير المهرجان أيمن سماوي في مؤتمر صحفي أن فعاليات هذه الدورة 26 التي تستمر 9 أيام تتضمن حفلات لعدد من الفنانين الأردنيين والعرب، مشيرا إلى اهتمام مهرجان الفحيص في دورته الحالية بالمواهب الجديدة إضافة إلى النجوم الكبار. يا سيدي شكرا لتواجدكم معنا. مهرجان الفحيص هذا العام ستطلق فعالياته 2/8/8 برعاية سيدي صاحب سمو الملك الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد المعظم اللي بحملنا مسؤولية كبيرة بقبوله للمرة الرابعة رعايته لهذا المهرجان. مهرجان الفحيص سيقدم رسالته عبر العالم أنه بلدنا هو بلد الأمن والأمان، بلد الاستقرار، بلد أبو حسين اللي إن شاء الله سيكون مضياف لكل العرب ونموذج للاستقرار بالعالم كله. مهرجان الفحيص سيستضيف هذا العام نخبة من الفنانين العرب والأردنيين سواء كان بالبرامج الثقافية أو الفنية أو الأطفال. هنالك تكريم للرواد، هنالك تكريم لشهداء الوطن اللي راح يكونوا بيوم الافتتاح. احنا سعداء يعني سعداء بانه نساهم بحاله الفرح اللي قاعده ان شاء الله تعم ارجاء وطننا الغالي. كما قررت اداره مهرجان الفحيص الاردن تاريخ وحضاره الاحتفاء بمدينه عجلون من خلال معرض خاص بها، اضافه الى معرض متحف كنيسه الروم الارثوذكس شبيبه الروم ومعرض خاص بمؤلفات الكاتب الشهيد ناهض حتر. اكد مدير الامن العام اللواء الركن احمد الفقيه على ضروره حمايه الشباب من افه المخدرات لما لها من اخطار صحيه وعواقب اجتماعيه واخلاقيه تقودهم الى الانحراف. وقال في كلمه افتتح بها اعمال المؤتمر الوطني الاول للوقايه من اخطار المخدرات بحضور القيادات الامنيه ورجال الدين الاسلامي والمسيحي وشخصيات من المجتمعات المحليه، اننا اصبحنا في امس الحاجه للوصول الى عقول الشباب وإمدادهم بمعلومات صحيحة، لافتاً إلى أن المخدرات هي مشكلة دولية وليست محلية، داعياً بذات الوقت رجال الدين وكافة الأطراف المعنية لتحمل مسؤولياتهم في مكافحة هذه الآفة وحماية الوطن والشباب منها. وشدد مدير الأمن العام على أن الأردن يتحمل مسؤولياته في مجال مكافحة المخدرات ومنع انتشارها والتوعية بأخطارها، قائلاً إن هذه المواد الخبيثة ما إن دخلت بيتاً أو أسرة إلا فككتها وشردت أبنائها وجردتها من السعادة، كما حذر بضرورة حماية الشباب من سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي تزرع الأفكار المسمومة وتؤدي إلى كثير من المشاكل. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. في سلسلة كنيستي لهذا الأسبوع نورسات تزور الفحيص. مخيمات صيفية تقيمها الكنائس الرسولية في المملكة. فعاليات ثقافية وفنية متنوعة يحفل بها مهرجان الفحيص لهذا العام. ختام النشرة، مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.